قال مولانا زين العابدين وسيد الساجدين في حق عمته الحوراء زينب: عم زينب وأنت بحمد الله عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة، صدق ابن النبي المصطفى محمد سلم على. عندما نتأمل الأحداث التي جرت بعد واقعة الطاف، نجد أن من أهم الأمور التي تستوقفنا هو مدى قوة ذلك التأثير للخطاب الذي ألقاه زين العابدين سلام الله عليه، وكذلك الذي ألقته الحوراء زينب، وكيف استطاعت مولاتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها أن توصل قضية الحسين إلى المجتمعات الإسلامية كافة. بالطبع هذا كان بتخطيط دقيق التفت إليه سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه، فقد علم من بداية تحركه من المدينة المنورة بأن هنالك حلقة مكملة لنهضته تمثلت في زين العابدين سلام الله عليه وكذلك الحورى زينب، ولهذا يخاطبها الإمام السجاد: عم زينب وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهم غير مفهم. العلماء عندما جاءوا وسلطوا الأضواء على هذه الكلمة في حق عقيلة الطالبين زينب سلام الله عليها، ركزوا على جانب مهم، ألا وهي صفة العلم التي تتمتع بها شخصية الحوراء زينب سلام الله عليها. اختلفوا في مصدر هذا العلم، بعضهم قال أنه علم لدن من الله تبارك وتعالى، يعني هنالك مجانسة بين علمها وعلم الإمام المعصوم، وبعضهم لا، ذكر أسباب. الخليل بن أحمد عندما يمر بفضائل أهل البيت عليهم السلام يذكر، يقول: احتياج الناس إليهم وعدم احتياجهم لأحد دليل عصمتهم وأعلميتهم. فهل ذكر لنا التاريخ أن واحداً من أئمة أهل البيت عليهم السلام ذهب إلى عالم من العلماء كي يتعلم منه؟ كلا. وعندما نأتي إلى العلماء فإنهم يقسمون العلم، علماء المنطق يقسمونه إلى علم حصولي وعلم حضوري. فالعلم الحصولي هو الذي يكون له انطباع في الذهن وصورة في الخارج، مصداق خارجي. أما العلم الحضوري فلا، كشعورنا بالألم، كشعورنا بالفرح، فهذا لا يحتاج إلى تعلم واكتساب. فإذا ذهب الطبيب، فإذا ذهب المريض مثلا إلى الطبيب به علة أجارنا الله وإياكم، كشف عليه الطبيب، كتب له وصفة طبية، فعلم الطبيب بحالة المريض جاء بعد كشف ونظر، فتحصل عنده حالة المريض. أما بالنسبة للمريض فهل جاء أحد وأخبره بذلك الألم؟ كلا، فالألم حاضر عنده يستشعره. عندما نأتي نطبق هذا القول
وهذا التقسيم الذي يقسمه علماء المنطق على مقولة الإمام السجاد عليه السلام، فإن علمها صلوات الله وسلامه عليها سوف يكون علم حضوري، يعني علم يجانس علم الإمام المعصوم المفترض الطاعة، وهذا ما استشفه بعض علمائنا الأبرار. قال إن علم الحوراء زينب سلام الله عليها هو علم حضوري. من ناحية أخرى، عندما نأتي إلى تلك البيئة التي تربت فيها عقيلة الطالبين زينب، معلمها الأول أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالزهراء فاطمة، وعندما نلقي نظرة على تلك السيدة التي تشرفت بخدمة الزهراء فاطمة في الضوء، فإنها أصبحت بعد فترة وجيزة صارت عندها ملكة لا تتحدث إلا بالقرآن الكريم، إذا واحد يسألها عن مسألة تجيبه بالقرآن، فهذه خادمة. فكيف بابنة المعصومة؟ والإمام الحسين سلام الله عليه وكذلك الإمام الحسن كانا يزقانها العلم زقا. الشيخ الصدوق عندما يمر بهذه الكلمة يقول إن علم الحوراء زينب سلام الله عليها هو من العلوم الباطنية الذي يفيضه الله تبارك وتعالى على خاصة أوليائه، ولهذا كان لها مجلس بالكوفة أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كانت تعلم الناس أحكام الدين، تقرأ عليهم القرآن، تفسر القرآن، ولهذا زوجها عبد الله بن جعفر كان يروي عنها الأحاديث. عبد الله بن العباس أيضا إذا اشتكلت عليه مسألة كان يستأذن للدخول عليها ثم يخرج متفاخرا وهو يقول حدثتنا عقيلة الطالبين زينب، يفتخر أنه يروي رواية عن زينب صلوات الله وسلامه عليها، وهو الذي روى عنها الخطاب التاريخي الذي ألقته مولاتنا الزهراء سلام الله عليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل أن علم الحوراء زينب وقف عندها من الحد؟ كلا، فقد استطاعت مولاتنا زينب سلام الله عليها أن تخاطب المجتمعات على اختلاف ثقافتها، فخاطبت أهل الكوفة وخاطبت أهل الشام، لكن عندما تأتي لكلا الخطابين فسوف تجد الفارق الكبير بينهما، لأنها كانت تراعي المرحلة وكانت تعرف بأن المجتمع الكوفي تختلف ثقافته عن المجتمع الشامي. أيضا من أهم الفوارق بين الخطابين أن الحوراء زينب سلام الله عليها كانت توجه ذلك الخطاب المركز لأصحاب المسؤولية، فعندما نقرأ خطابها في الكوفة نجد أنها قد خاطبت الناس لأنهم الذين كاتبوا الحسين سلام الله عليه، تخاطبها تقول لهم يا أهل الكوفة يا أهل الخدل والغدر والمكر أتبكون وتنتحبون، فلا هدأت الرنة فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. تقول لهم أنتون مثلكم مثل هذه المرأة، وهذا مثل عند العرب، تجلس من الصباح وتغزل تغزلها إلى الليل، لما يجي الليل تقوم تفتل ما غزلته من الصباح إلى الليل، فيذهب ذلك الجهد هباء منثورا، وتلك الأتعاب من الصباح إلى الليل تذهب. تقول لهم أنتم مثلكم كمثل هذه المرأة
التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فأنتم قد كاتبتم الحسين سلام الله عليه أن اقدم، فإنما تقدم على جند لك مجند، ولم يبق عليكم إلا أن تستثمروا هذه المكاتبات وهذه العهود التي عاهدتم بها سيد شباب أهل الجنة، لكنكم خذلتموه ولم تنصروه، وأسلمتموه إلى طاغية زمانكم. هذا الخطاب الكوفي، لكن تعال وقرأ الخطاب الشامي الذي ألقته مولاتنا زينب سلام الله عليها في الشام. هل خاطبت الناس؟ كلا، وإنما خاطبت رأس السلطة والمسؤول الأول عن تلك الفاجعة الأليمة. امرأة جاية من رحلة السبي المريرة وقد رأت مصارع إخوتها وأهل بيتها ورأت ما جرى على الحسين، وتلك الرحلة وتحمل المسؤولية نساء وأطفال، وإذا تقف في وجه طاغية زمانها تخاطبه يزيد: كد كديدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وتنهد عليك أنها السيل الجارف، ولا تخشى ذلك السلطان الجائر بكل ثبات. إذن هنالك تخاطبهم يا أهل الكوفة، لأن الناس هي المسؤولة عن تخلفها عن نصرة الحسين سلام الله عليه، لكن المسؤول في الشام لا، هي السلطة المتمثلة في يزيد. كذلك أيضا عندما نأتي لخطاب الإمام السجاد عليه السلام، عندما دخل إلى الشام حاول بعض الناس أن يستفز الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والإمام بأبي وأمي أيضا جاء من تلك الرحلة، وإذا به يقف ذلك الشيخ يقول: الحمد لله الذي قتلكم وأهلك رجالكم وأراح أمير المؤمنين منكم. الإنسان العادي عندما يواجه وهو قد جاء، وهنالك أيضا عوامل ضاغطة على نفسية الإمام السجاد عليه السلام: قيود وأغلال وشماتة أعداء من حوله، الأطفال يتصارخون، وإذا به يعلم أن هؤلاء الناس ليس هم المسؤولون، وإنما هي السلطة الجائرة التي ضللتهم. إعلام موجه، أبواق مأجورة استأجرها معاوية، وذلك الاستكبار العالمي الذي تمثل في بني أمية، أبواق مأجورة وجهت ضد ثورة الحسين عليه السلام. واليوم أنت ترى تلك القنوات الموجهة ضد التشيع وضد الحركات والثورات الإسلامية كيف تعمل؟ يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، وتشويه ضد العلماء. هذا إعلام استأجره معاوية ودفع الأموال الطائلة. أنت تعرف هذه الفتوى التي خرجت: اقتلوا الحسين بسيف جده، فإنه الحسين قد تجاوز حده فاقتلوه بسيف جده. هذه عندما استخرجوها دفعوا لها أموال طائلة، فقد حاولوا أن يصوروا أن الحسين عليه السلام هو خارجي، خرج على أمير المؤمنين، كما استخدم هذا السلاح أيضا معاوية ضد الإمام الحسن سلام الله عليه، الحسن مطلق ومزواج. كذلك يزيد استخدم هذه الأبواق المأجورة التي حاول أن يشوه ذلك الوجه الناصع لثورة الحسين عليه السلام، لكنه ما استطاع ذلك، لأن هنالك من سوف يكمل المسيرة بعد شهادة الحسين عليه السلام. وإذا الإمام السجاد عليه السلام يلاحظ هذه المرحلة وحاول أن يعيد الأمور إلى نصابها، قال له: يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال: بلى.
أقرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال بلى. قال نحن القربى يا شيخ. فترك تأثيرا عجيبا في نفسه، فقال هل لي من توبة يا ابن رسول الله؟ فأعاد الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الأمور إلى مجاريها. وعندما نأتي لتقييم أداء ذلك الخطاب للحوراء زينب سلام الله عليها، نرجع إلى الأثر، فهو المقياس. الأثر الذي تركه في تأثير الناس هو مدى ذلك النجاح الذي تركته تلك الخطابات العظيمة لمولاتنا زينب. تعال بنا لنقرأ ذلك الخطاب الكوفي ونقف على أهم المفردات فيه. تقول الرواية أن زينب سلام الله عليها عندما رأت الناس قد اجتمعوا يتفرجون على ركب الحسين، ماذا صنعت؟ حاولت أن تخطب لتبين للناس وتميط اللثام عن وجه الحقيقة، حاولت أن تخطب فما استطاعت. تقول الرواية فصعدت على ربوة مرتفع فأومأت، يعني استخدمت لغة الإشارة، أومأت إلى الناس أن اسكتوا. تقول الرواية فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس، الأجراس التي تعلق على جياد الخيول هدأت، وإذا بزينب سلام الله عليها تترك ذلك التأثير. يقول الراوي فلم أر خفرة قط أنطق منها، لقد كانت تفرغ عن لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما مدى ذلك التأثير؟ قال ورأيت الناس حيارى كأنهم سكارى لا يعلمون إلى أين يذهبون. وتعال وانظر إلى مدى ذلك التأثير في نفوسهم. يقول فرأيت شيخا وهو يحث التراب على رأسه، هذه علامة الأسى والندم التي تركه ذلك الخطاب في نفوس الناس، وهو يقول رجالكم خير الرجال ونساؤكم خير النساء ونسلكم نسل كريم. فقامت بتلك المهمة مولاتنا زينب على أكمل وجه، فتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم الزمان عليهما أن يندبا، هذا بمعترك الرماح وهذه من حيث معترك المكاره في السباق. مولاتنا زينب سلام الله عليها هي المكملة والقائدة لنهضة الحسين عليه السلام، فلم تكن امرأة خانعة بل كانت امرأة تقف بكل شموخ وبصبر وثبات، تكمل مسيرة الحسين سلام الله عليها إلى أن حضرتها الوفاة بأبي وأمي. تقول الرواية كان إلى جانبها زوجها عبد الله بن جعفر، جاءوا لها بالماء اشربي يا ابنة أمير المؤمنين، انفجرت من البكاء، انفجرت بالبكاء والعويل، كيف أشرب وقد قتل ابن والدي الحسين عطشانا ظمآنا غريبا، أنا مناد وحسينا. بلسان حال الحوراء زينب وهي تقول جرحت قلبي المجروح يا الجيت وتوجهوني، ذكرتوني بالمظلوم يلي تغمض عيوني، ذكرتوني بالمظلوم لتهيجون مكنوني، ذكرتوني بالمظلوم يلي تغمض عيوني، أنا لا تسبلون رجليني ولا تمدوا إلي يدين، ترى من تمدون إيديني أتذكر أخويا
حسين أنا ناديت الشمر خلى بغمض النوبة مثل يديه إيش سوى يا زينب رفسني وداس بالعالة ومن نحرة تسيل دموع من نحرة تسيل دموع وينادي أنا عطشان تسقني قبل تذبحني ترى روحي غدا الهفان يا ويلي هبروا داجة وشالوا الراس فوق اسنايان لا تهيجون مكنوني ذكرتوني بالمظلوم ولما جو يشربوها الماي انتحبت وصاحت يا خويا الما شربت الماي اختك روح راحت حسر عليك يا ابن امي وامك في القبر ناحت ناحت تجر ونتها وقلبها من الهضم مسموم اجركم الله فمدت يديها ورجليها عرق جبينها سكن انينها مالت رقبتها وفاضت روحها أيوة زينب نعم ماتت مولاتنا زينب وهي تذكر الحسين وتنشد عنه تصيح أرد نشتك ما شربت يا دفان يا دفان رشيت قبر لا دفنت حسين عطشان عطشان بالله يا دفان أرد نشتك رد علي عطشان خيل شرب قطرة ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركع يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني صل على محمد وآل محمد اشف مرضانا فك أسرانا اقضي حوائجنا وحوائج السائمين اشف شيخنا العزيز من عليه بالصحة والعافية الحاضرين والمؤسسين من يلود بهم تقبل أعمالهم اشف مرضاهم اقضي حوائجهم إلى موتانا موت الحاضرين من مات على الإيمان والشهداء نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.